سؤال قبل ما أبلش بأسئلة المتابعين، لو تقدم لك شوقي ومهيمن وحمادة لخطبة واحدة من أخواتك وعلى سنة الله ورسوله، على سنة الله ورسوله، سؤال افتراضي، سؤال افتراضي بالخطوبة اللي جوك بيها شوقي ومهيمن وحمادة العائلة، المرة راح تنطي مرة بكل ثقة وبكل صراحة؟ لا تقول لي اخواني واصدقائي، هسه انا حاطي كل واحد مبرر، ماكو من اللي اختار ولا واحد ولا واحد ولا واحد. اذا انطيها الحماده راح يوم تتعارك وياه تغار عليه، زين هاي ما راح تفيدني انت وخسره. مهيمن مو روماسي ولا يم هاي السوالف، وظل تتعارك وياه ليش زوجتوني هذا الشيء؟ شوقي ابو النسوان، ابو النسوان. شنو شوقي ليش ما تطيب؟ مو شوقي اللي يحب يعني حكسر خاطر هاي البنيه اللي يحبها وتدعي عليه، راح ترفض ولا واحد ما تطير. تدري ليش؟ حتى اكون صريح، ما ارد اخسر واحد منهم. يجوز اختي تطلع، انا ما عندي اخت، ما عندي اخت، من تطلع اختي النوبه وتحكي عليهم ما عندي اخت، حظ زوج من عندهم.